أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل
وما Mama.
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ق
يسأل أيان يوم القيامة
كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم.